شيء كاتب لا يكذب. حدثت مسابقة عن إحدى المدن، فخاطبت مدينة وألهمتني صورة الشاعر الرصافي وهو يخاطب الأرمل. بنت الرشيد بلا رشد محياها، تمشي وقد غير الأغرار ممشاها، أحداقها سرحت في جفن من أفلوا، ألحانها سكن لا قاف لا طاء. كم داعبت زمنا في حضن دائرة، لكن دائرة قد أسكتت فاها، نحل محابر لا قطاس يقبلها، أسكت بحورك فالإعصار غشاها. إن أشرقت شمسها تبدو مكدرة، إن أشرقت شمسها تبدو مكدرة، لو أنها نطقت كم أطلقت آها. رثيت جرفتي عن بعد ألا فذري، فالهم جرجرني في الدرب قد تاها، البؤس لي قلم والبحر في خلدي، والتيه لي صحف أدعو بها الله. في بيت حكمتها كم ضادنا حكمت، في بيت حكمتها كم ضادنا حكمت، والعشب طوقها والليل غشاها، على ضفاف الأسى أنشب الغزل، لا كنت تسمعه تنبيك دنياها. بغداد، بغداد قد كتبت من أهل جبهتها سفرا ستنشره لو أخلصوا ماها، سفرا ستنشره لو أخلصوا ماها. شكرا.